السلام عليكم اليوم غادي نديرو فيديو جديد على كيفاش غادي نطرزو اسم مريم كنتمنى الا اول مره كتدخلوا القناه ديالي تخليو ليا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يبدا يوصلكم كل جديد كنحتاجو خيط هاد المره غنستعملو خيط اصفر برا ومقاس كما كتشوفوا اسم مريم ديجا كتبتو في الثوب ودرتو في المرمى وهنا على بركه الله غادي نبداو الخياطه